المختار غيتصدم بعد ما غيعرف بلا بنته امل حمله. الكامل صفت العصابه ديالو باش ينتقم من سفيان، بس غادي يبقى في الحلم بعد ما غيعرف نسرين مخصمه مع عمه. المختار غادي يطالب من امل باش تطيح الجنين ديالها. احداث مشوقه بزاف، كملوا الفيديو باش تفهموا كل شيء. عندي طلب بسيط منكم اخوتي، اشتركوا معايا في القناه وفعلوا الجرس باش ان شاء الله يوصلكم الجديد. في البدايه غادي نشوفوا سفيان مازال كيقلب على الام ديالو. امل غتصل بيوسف وغتقول لي عافاك قول نسرين دير عقلها وتصالح مع عمه. يوسف ما غادي يفهم والو، غيتصدم بزاف. دوريا غتخاصم على امل وغتقول لها واش انت حماقيتي، شنو هادشي اللي درتي. امل وتبيه هما كيتخاصموا بيناتهم. امل غادي تطيح ودوريا غادي تدخل عليها. يوسف غادي يمشي يقلب على نسرين ويقول لها شنو هادشي درتي، واش حماقيتي تخاصمي مع امك. وغادي يقول لها ماشي هادي نسرين اللي كنعرف شحال هادي، فين هي ديك نسرين اللي بنت الشعب وظريفه، ولا شنو دابا لقيتي الفلوس والفيلا. غادي يقول لها انا بغيتك نسرين ديال شحال هادي. نسرين غتقول لي دخل سوق راسك ماشي سوقك. نيرمان غتدخل مع الباب غتقول لهم مالكم كتغوتوا، حاولوا ديروا عقلكم واحد شويه. نيرمان ونسرين غيتزادوا شويه في الهضره. نسرين غتغادر المكان. دوريا غتتصل بسفيان غتقول لي بلي امل طاحت ليا ودابا غنتي للسبيطار. سفيان غيتصدم بزاف، غيمشي كيجري للدار. مع الدخله ديال الدرب غيتلاقى مع شي عصابه اللي صيفطو من كامل باش يجيو ينتقمو منه. عصابة ديال كامل غطيح سفيان الارض وغتبدا تضرب فيه، والكامل كيتفرج من اللور. توريان بعد ما تات امل للسبيطار غادي يحضر الاب ديالو والام ديالها. كاين صدمه كبيره هو فاش غتجي الطبيبه، وغادي تقول للمختار ما تبقاش تعصبوها بزاف حيت هي حامله. المختار من بعد ما سمعها حامله غيتصدم بزاف. هنا المختار جمعوا لي الافكار بزاف. هنا فين غيدخل عند امل غادي يقول لها بنتي راكي حامله والحل الوحيد هو تطيح الولد ديالك. امل غادي يبقى فيها الحال بزاف. توريا بعد ما مشات عند سفيان للدار باش تطمئن الحاله ديالو، من بعد سفيان غيمشي للسبيطار. انا غادي يتلاقى مع المختار وغادي يشبعوه هضره بزاف، غيقول له قول امل طيح البيبي ديالها وغنعطيك ساعه باش ترد على القرار الوحيد. امل بعد ما مشات للدار سفيان كيحاول يهتنا وتقول لها تصنتيك لمباك عافاك. امل غادي يقول له واش انت راضي باش نطيح الولد ديالي. شويه السلامات غادي يدق الباب وغادي يدخل يبدا يغوت على مبارك، يقول له فين هو سفيان من الصباح انا كنعيط عليه ما بغاش يقول لي القرار الوحيد اللي اختار. امل غادي تخرج وغتواجه باه وغتقول له واش منيتك بابا غنطيح الولد، ماشي حشوم عليك تطيح روح. امل وصلت الميساج ديالها وقدرت تاثر في سلامات غادي يخرج غادي يبقى في الحال وغادي يبدا يتفكر الهضره ديال بنته امل. طلعنا اخوتي سالت الحلقه، في نظركم اشنو يوقع الامل؟ واش غادي تطيح البيبي ديالها؟ خليوا لي التوقعات ديالكم، شاركوا معي في القناه باش نزيدو نحطو لكم احداث بحال هادو. شكرا للمتابعه ديالكم.